يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة في الشهر الأخير من الحمل خرج جنينها ميتا وكان ولدا، فهل يسمى ويعق عنه؟ امرأة في الشهر الأخير من الحمل خرج جنينها ميتا وكان ولدا، فهل يسمى وهل يعق عنه؟ إذا كان أنها خرج في الشهر الرابع أو بعد الشهر الرابع فهذا حكم الجنازة، لأنه نفخت فيه الروح ومات، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويعق عنه، يستحب أن يعق عنه وأن يسميه، يأخذ أحكام الإنسان. نعم.